افتتحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المنفذ الجديد الذي يخدم المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة في 11 موقعا. الجدير بالذكر أن الوزارة قامت في وقت سابق بأعمال توسعة طريق 4013 وهو مدخل المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، حيث تمت التوسعة من شارع الاستقلال شمالا إلى الدوار المنتهي عند شارع 41 جنوبا بداخل المنطقة. وقد تضمنت أعمال التوسعة تحويل الشارع إلى 3 مسارات، مساران في الدخول للمنطقة التعليمية ومسار للخروج، مع تعديل التقاطع المقابل لبوابة وزارة التربية والتعليم وتخصيص مسار خاص للدخول إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية في الدخول والخروج من المنطقة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع. وتحظى المنطقة التعليمية باهتمام الوزارة، حيث أنجزت في الأعوام الماضية عددا من المشاريع لتوفير منافذ إضافية تخدم المدارس القريبة من شارع 16 من ديسمبر، حيث تم إنشاء طريق خدمة ومواقف للسيارات تخدم مرتادي هذه المدارس، كما تم تحويل عدد من الطرق إلى اتجاه واحد لزيادة انسيابية الحركة المرورية. كما توجد لدى الوزارة خطة لتطوير الشارع الرئيسي بداخل المنطقة شارع 41 وتوسعته إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه، وسيتم تنفيذه حال توفر الموارد المالية اللازمة. وتحظى المنطقة التعليمية بنصيب وافر من الاهتمام من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال تنفيذ مشاريع الطرق التي تهدف إلى تحسين الحركة المرورية فيها وتخفيف الازدحامات خلال فترة الذروة، حيث تضم هذه المنطقة المهمة 10 مدارس ومباني تابعة لجامعة البحرين وجامعة البحرين التقنية ومباني وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. يتم اليوم بعون الله افتتاح المدخل الجديد إلى المنطقة التعليمية بمدينة عيسى. هذا المشروع هو ضمن 12 مشروع قليل الكلفة، وإن شاء الله مع نتائج مرورية كبيرة إن شاء الله في خفض الازدحام المروري، يأتي تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بناء على التوجيهات الكريمة من سيدي صاحب السمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. افتتاح هذا المدخل اليوم سوف يزيد عدد المداخل الرئيسية إلى المنطقة التعليمية إلى 7 مداخل. سوف تشهد هذه المنطقة تطوير عدد من المدارس في المنطقة وأيضا بعض المشاريع التطويرية فيها. الواقع التأثير المروري إلى افتتاح هذا المدخل هو التأثير إن شاء الله الإيجابي الذي سوف ينتج عنه على تقاطع مدخل مدينة عيسى الجنوبي. الأهمية المرورية لوجود هذا المدخل هو إمكانية الخروج من هذا المدخل واستخدام نفق مدينة عيسى للاتجاه شمالا إلى المنامة وإلى المناطق الأخرى، بينما المدخل الحالي لا يتيح هذه الخاصية، حيث يمر على الإشارة الضوئية أمام بوابة مدينة عيسى ويساهم في الازدحام المروري على تلك على ذلك التقاطع. بافتتاح هذا المدخل سوف يقل الضغط على الإشارة الضوئية عند مدخل مدينة عيسى، وإن شاء الله تكون إلى نتائج إيجابية على خفض الازدحام المروري. هذه المشاريع قليلة الكلفة التي تصب ضمن إطار أكبر اللي هو تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تقوم فيها الوزارة وبدعم كبير من الحكومة الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.